شبان متطوعون يساندون أفراد شرطة السير بمدن ساحل حضرموت. هنا بمدينة المكلا ينتشر الشبان في تقاطعات الشوارع الرئيسية لتنظيم حركة السير خاصة في أوقات الذروة. الآن السكان زادوا والمركبات زادت في المكلا والطرقات نفس الطرقات، فحمنا ساند إن شاء الله يعني تحد من هذه الزحمة وتنظيم حركة السير. فنشكر إدارة المرور على هذا الاهتمام. أهم حاجة أنه يكون المواطن بالدرجة الأولى والسائق صاحب السيارة اللي هو المتعاون. إذا ما تعاون المواطن مع هذول أصحاب الحملة ما بتنظم الخطوط. نحو 200 شاب متطوع من مختلف مناطق المكلا يشاركون في حملة ساند. شرطة السير دشنت عملهم بشكل رسمي والذي سيستمر طوال أيام وليالي الشهر الفضيل. لو تلاحظ انت في الاسبوع الثلاث الاول من رمضان ما كان هذا الازدحام موجود، يعني كانوا الناس في الارياف واللي راح والناس اللي جو من السفر وهذا. فنحن الان يعني الحمله جات في وقتها، توقيتها مناسب مع كثره الازدحام اللي هو حاصل في المدينه، الناس من الارياف ومن المحافظات الثانيه. فنحن بدانا بحمل ساند من ليله امس وكما تشاهدون اليوم، وان شاء الله انها تكون الامور الى خير باذن الله تعالى. نبدا اليوم تدشين حمله ساند لمساعدة رجال المرور في تنظيم حركة السير والتخفيف من الازدحام في شوارع مدينة المكلا، وإن شاء الله يكون المواطنين متعاونين معنا. الحملة يتم إطلاقها للعام الثالث على التوالي. شرطة السير تأمل أن تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقوانين والإرشادات المرورية، كما دعت المواطنين إلى التعاون مع أفرادها. عيد روس الخليفي لقناة الغد المشرق.